السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبة الله بالصف السادس الابتدائي. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله مكملين مع بعضنا حل كتاب المدرسة لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول 2025. بقيت يا سلاسات القمر في القناة، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو طبعا مع كل زمايلك. ان شاء الله هنحل مع بعضنا النهاردة انشطة لاحظ واكتشف من كتاب المدرسة من صفحة 46 و47 و48 و49. يلا مع بعضنا نشوف الفيديو بتاعنا. عندي نشاط 3 ألف جالي فكر ولاحظ ثم اجب عن ايه الاسئلة. اقول الصدقة، ازرع الخير، اجتهد في دراستك، اجتهد في دراستك، لا تترك واجبك. تمام، قال لي ما نوع الجمل في الأمثلة السابقة؟ طبعا لو بص هنا على الجمل اللي طبعا كلها هنا ايه جمل هنا فعلية بدأت معايا بالفعل اللي هو أقول وأزرع واجتهد وايه وتترك. تمام، يبدأ أنواع الفعل اللي مع الجمل اللي معايا هنا جمل ايه؟ جمل فعلية. تمام، قال هل هناك فعل ظاهر في هذه الجملة؟ أقول الصدق، طبعا هنا الفعل هنا معايا مش موجود. تمام، قال اذا الفاعل في هذه الجمل ظاهر ولا مستتر؟ طبعا الفاعل هنا مستتر. الفاعل المستتر في اقول الصدق وازرع الخير، التقدير ايه؟ اقول انا، يبقى هنا التقدير هنا ايه؟ انا. الفاعل المستتر في اجتهد وتترك، تقديره طبعا ايه؟ انت. قال اذا الفاعل المستتر يكون ضمير مقدر ولا اسم موصول مقدر؟ طبعا بيكون ضمير مقدر، بل فاعل مستتر بيكون ضميرا مقدرا. قال لك نستنتج ان الفاعل اذ لم يظهر في الجمله بيكون ضمير مستتر مقدرا. تمام، عندي نشاط رقم 3، قال لي اختر التقدير الصحيح للضمير المستتر مما بين ايه القوسين. نصنع المجد بايدينا، مين اللي بنصنع؟ طبعا نصنع نحن. تمام، رقم 2، لا تنهر سائلا ولا تحرم محتاجا، لا تنهر انت. العلم يرفع من شأن صاحبه، يرفع هو من شأن صاحبه، عايدة طبعا على مين؟ عايدة على العلم. تمام، اطيع والدي، اطيع طبعا هنا ايه؟ اطيع انا والدي. الطبيبة عالجت المرضى، نقول ايه؟ عالجت هي، عايدة على مين؟ عايدة على الطبيبة. نشاط رقم 3، قال قدر الضمير بالامثلة الاتية كما في المثال. ساعد الاخرين، طبعا دي اول سؤال، ما هو طبعا حله الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره انت، ساعد انت الاخرين. احب اصدقائي، الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ احب انا. لا تؤذي جيرانك، الفاعل ضمير مستتر تقديري لا تؤذي أنت جيرانك. محمد يلعب الكرة، الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ هو طبعا، عايد على مين؟ على مين؟ عايد على محمد، يلعب هو. المعلمة شرحت الدرس، طبعا الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي، عايد على مين؟ على المعلمة، شرحت هي المعلم. تمام، شرحت هي إيه؟ الدرس. عند النشاط رقم 3 بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. التلاميذ يحبون المعلم، الضمير هنا بارز ولا مستتر؟ طبعا الضمير هنا ايه؟ الضمير معايا هنا الضمير بارز اللي هو ايه؟ واو الجماعة يحبون. طب هنا الضمير ايه؟ الضمير هنا بارز. طارق يجيد فنه ايه؟ فن الخطابة، طبعا هنا يجيد هو، بل الضمير هنا ضمير ايه؟ ضمير مستتر. كن عونا لمن يحتاج من مساعدة، كن ايه؟ انت، بين الضمير مستتر. احلم بان يسود السلام ارجاء الدنيا، احلم بان يسود السلام ايه؟ ارجاء الدنيا. طبعا الفاعل هنا او الضمير هنا ضمير مستتر، احلم وانا بان يسود ليه السلام ارجاء الدنيا. تمام، عندي صفحة 47، عندي نشاط رقم 3 بيقول لي حدد الضمير ثم اذكر نوعه كما في المثال. تمام، عندي اول مثال طبعا هو حل، ونظم الطلاب حفل تخرجهم، قال لك الضمير هنا بارز متصل اللي هو ايه؟ بارز متصل في كلمه ايه؟ تخرجهم. تمام، طبعا هنا هي هاء الغيبه. تمام، عندي رقم 1، انتن المسؤولات عن تجهيز ايه؟ الطعام. طبعا فين الضمير هنا؟ الضمير هنا اللي هو الضمير انتن، نوع هنا بارز منفصل.
لا تتنمروا على غيركم. تمام، عند هنا واو الجماعة الضمير هنا بارز يعني ظاهر، متصل يعني متصل بالكلمة. علي ألقى كلمة الإذاعة. تمام، فين هنا الضمير اللي معايا؟ طبعا الضمير هنا ضمير مستتر، ألقى هو كلمة إيه؟ كلمة الإذاعة. تكلم بصوت خفيف، تكلم أنت بالضمير هنا ضمير مستتر، الفاعل هنا ضمير طبعا إيه؟ ضمير مستتر. عندي نشاط ثلاثة، ضع خطا تحت الضمائر البارزة المتصلة كما إيه في الكلمات. تمام، عايز بس أحط خط تحت الضمائر البارزة المتصلة. هو يعتني بتنظيف أسنانه. تمام، عندي هنا هاء الغيب. تمام، قال الفتيات فصلهن مزين، عندي طبعا ايه كلمات فصلهن، عندي الهاء طبعا ايه في فصلهن. الرجال يمارسون ألعاب القوة، طبعا عندي هنا واو الجماعة. عندي لتكن ناجحا في ايه؟ لتكن ناجحا في دراستك، عند كاف الخطاب. أخي الأصغر يحبني وأحبه، طبعا عندي ياء المتكلم، وعندي هاء ايه الغيبة. تمام، بلادنا ناء الفاعلين، تاريخها طبعا ايه عظيم. عندي نشاط رقم ثلاثة، بيقول ضع علامة الصح أمام الجمل التي بها ضمير مستتر ثم ايه قدره. تمام، تحدث الطلاب بلغتهم العربية الفصحى، تحدث الطلاب دي طبعا فيها الفاعل هنا ايه؟ الفاعل هنا بارز. تمام، يبقى هنكتب هنا الإجابة ايه؟ خطأ. تمام، قال لك لا تنطق بغير الحق، لا تنطق أنت، يبقى هنا فيها طبعا هنا ضمير ايه؟ فيها ضمير مستتر، طبعا تقديره ايه؟ لا تنطق أنت بغير ايه؟ بغير الحق. أخت الكبرى تساعد أمي، تساعد هي أمي، يبقى هنا برضو إيه فيها ضمير مستتر، طبعا هنا إيه تقديره هي. أمارس الرياضة كل صباح، أمارس الرياضة كل صباح، أقول إيه أمارس أنا، يبقى هنا برضو فيها إيه ضمير مستتر تقديره أنا. اللاعب مرر الكرة لزمائله، تمام، لزملائه، مرر هو. تمام، يبقى هنا الجملة اللي معايا فيها طبعا هنا ضمير مستتر تقديره هو. عند النشاط اللي بعده قال أكمل الفقرة مستخدما الضمائر المختلفة. قال المعلم أيها التلاميذ أنتم أمل هذا الوطن، فاجتهدوا في دراستكما حتى ترفعوا شأن وطنكم مصر، لأنها تنتظر منكم الكثير. تمام، ننتقل أنشطة لاحظ وتعلم. عندي نشاط أربعة، قال اجعل المخاطب غائبا كما في المثال مراعين الاستخدام الصحيح للضمائر. يعني احنا موجود معايا في الجملة ضمير ايه؟ مخاطب، احنا هنحوله ايه؟ هنحوله لغائب. تمام، فلازم احنا نبقى حافظين الضمائر. تمام، عندي أول مثال أنت مجد في أداء واجبك، لما حولنا الضمير المخاطب له لضمير غائب قلنا إيه؟ هو مجد في أداء واجبه. أنت تحافظين على نظافة ملابسك، تمام؟ نقول إيه؟ هي، الجملة هنا بتخاطب إيه؟ المفرد المؤنث، أقول هي تحافظ على نظافة ملابسها. أنتم ترفعون علم بلادكم، طبعا هنا الجملة وطبعا هنا بتخاطب الجمع المذكر، طبعا أقول إيه هم يرفعون علم بلادهم. رقم ثلاثة، يجب أن تفكر في كلامك. تمام، نقول إيه يجب أن يفكر في كلامه.
تمام. عندي نشاط رقم 4 بيقول اختر الجملة التي تشتمل على رقم 1 ضمير مستتر تقديره هو، تمام. يبقى احنا هنشوف الجملة اللي بتخاطب هنا المفرد ايه؟ المذكر. اللاعبة فازت، طب ده اللاعبة هنا مؤنث، اللاعب فاز، فاز اللاعب، طبعا اللاعب فاز نقول فاز هو، يبقى هنا هي دي الجملة ايه؟ الجملة الصحيحة، فيها طبعا هنا ضمير ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو. عايز ضمير مستتر تقديره انت، تمام. احترم الكبير، احترم انا، يبقى مش هي دي، احترمه احترمه احترم الكبير، احترم الكبير نقول ايه؟ احترم انت الكبير، دي الجملة الصحيحة، احترم انت الكبير، تمام. رقم 3 ضميرين بارزين احدهما متصل والاخر منفصل، يعني هنشوف جملة فيها ضميرين، واحد متصل والاخر ايه؟ منفصل، تمام. عندي اول جملة نحن نهتم باجارنا، عندي نحن ده ضمير متكلم منفصل، عندي الناء المتكلمين دي طبعا ضمير ايه؟ ضمير متصل، تمام. عندي رقم 4 ضمير بارز منفصل مخاطب، ضمير بارز منفصل مخاطب، تمام. عندي ضمائر المخاطب اللي هي ايه؟ ضمائر المخاطب طبعا هي انت، انت، انتما، انتن، تمام. عندي الجملة اللي بتشتمل على ضمير بارز منفصل مخاطب اللي هي انتن فتيات صانعات، انتن فتيات ايه؟ صانعات. عندي نشاط رقم 4 بيقول اقرأ الفقرة ثم استخرج ما يلي. نحن تلاميذ الصف السادس الابتدائي، لنا فكرنا وأحلامنا التي تربينا عليها، ونحب أن نحقق ما نريد ونصل ببلادنا لأعلى الدرجات، تمام. قال لك عايز ضمير بارز منفصل، عندي الضمير اللي هو ايه؟ نحن، نوع طبعا هنا متكلم. عايز ضميرين متصلين، عندي كلمة فكرنا وكلمة أحلامنا، ناء المتكلمين. عايز ضميرا مستترا نقول ايه؟ ونصل نحن ببلادنا، بهنا عند الضمير مستترا في نصل نحن، تقديره طبعا هنا ايه؟ نحن، نصل نحن ايه ببلادنا الاعلى الدرجات، تمام. عندي نشاط رقم 4 بيقول لي عبر في 4 اسطر عن موقف مررت به في حياتك مستخدما الضمائر ايه؟ المختلفة. طبعا السؤال ده مفتوح طبعا لكل طالب، طبعا كل طالب يشوف الموقف اللي مر به في حياته ويستخدم فيها الضمائر ايه؟ المختلفة، تمام. انا كتبت هنا قلت ايه؟ في يوم من الايام كنت اسير انا ومين؟ انا وابي، تمام. أنا وأبي في الشارع لشراء بعض الأطعمة، وكان أبي يرتدي نظارته، ووصلنا إلى السوبر ماركت فأخرج أبي محفظته وأعطاني لأحاسب البائع، ثم ذهبنا معا إلى محل العصائر فاشترى أبي عصيرا لأخي الصغير، ثم رأيت بعض المال في الشارع فأعطيتها لأبي، فأعطاها أبي لصاحب إيه؟ المحل، لكي يسأل عن صاحبها إيه؟ ويعطيها له، تمام؟ عندي النشاط اللي بعده، عندنا نشاط إيه؟ شارك، تمام؟ بيقول لي ورد بالنص أنواع مختلفة للذكاءات، صمم مع مجموعة استقصاء لمعرفة أنواع الذكاءات المفضلة بالفصل، وطبقه على زملائك داخل فصلك، ثم أعرض نتيجته أمام إيه؟ امامهم جميعا. طبعا احنا خدنا الاستقصاء في الصف الخامس الابتدائي، طبعا انت تراجعه وشوف اركانه طبعا، وتتعاون مع زملائك في ايه كتابه هذا الاستقصاء عن انواع ايه الذكاءات، تمام. عند نشاط رقم 5 بيقول اذا طلب منك مدير المدرسه اعداد حفل مدرسي للاحتفال باحدى المناسبات الوطنيه، فما المهمه التي ستكلف بها هؤلاء التلاميذ ولماذا؟ عند اول حاجة قال لي تلاميذ يحبون التأمل ويفكرون في حل المشكلات، طبعا اطلب منهم حل المشكلات والعوائق التي ايه تقابلنا.
تلاميذي بيحبون التقاط الصور والرسم والخرائط، طبعا ده هطلب منهم التقاط الصور وتصوير الحفل وتزيين المكان. تلاميذي يجيدون التخطيط ووضع الأهداف، ده هطلب منهم وضع أهداف وخطط للحفل وترتيب فقرات الحفل. تلاميذ بيتحدثون بلباقة وسلاسة، أطلب منهم قراءة المقدمات والنهايات والترحيب بالزائرين. تلاميذ يستطيعون إدراك الجمل الموسيقية، أقول طبعا هنا إيه، أطلب منهم التحضير المعازف والأغاني والأشعار. تمام، الأغاني والأشعار. عندي النشاط رقم 5، أكتب بخط الرقعة، تحتاج إلى البراعة لتتكلم وتحتاج إلى الذكاء لتصغى. تمام، عندي آخر نشاط، طبعا متروك للطالب، هو إيه نشاط إيه الخط. تمام، عندي النشاط رقم 5 اللي هو أكتب ما يملى إيه عليك. نعد نعمة تعدد الذكاءات واختلافنا أحد الأشياء المثيرة للإعجاب، أحد الأشياء المثيرة للإعجاب في عالمنا. فالبشر يختلفون بشكل كبير في قدراتهم الذهنية وطريقة تفكيرهم، وهو ما يؤدي إلى تنوع رائع وغني في ثقافتنا. وطرائق التفكير، وبالتالي إذا استطعنا الاستفادة بشكل جيد من تعدد ذكاءاتنا، فإننا بذلك قادرون على صنع مستقبل أفضل لأنفسنا وللآخرين. وهذا يبرز عظمة نعمة تعدد الذكاءات المختلفة. تمام، وبكده سنة 6 وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا. ياريت متنساش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.